نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس النهاردة والتوقعات كمان نهاية الأسبوع من دكتور منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية. صباح الفل يا دكتور. صباح الفل على حضرتك أستاذة ديما وأستاذة نرمين وكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. أخبار الجو إيه بقى واليومين الجايين هيبقى الجو عامل إزاي؟ إحنا طبعا يمكن بدأنا نشعر بالتحسن في الأحوال الجوية وتلاشي فرص سقوط الأمطار من المحافظات الداخلية بشكل كبير، لكن مستمر معانا انخفاض قيم درجات الحرارة اليوم. متوقع أن تكون قيم درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، بسبب أن إحنا لسه بنتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط. يمكن إحنا هيكون في بعض السحب المنخفضة كمان والمتوسطة تحيي جزء من أشعة الشمس، لكن السحب دي مش مؤثرة بأمطار في المحافظات الداخلية. عظمى على القاهرة الكبرى متوقع اليوم أن هي تكون 20 درجة مئوية، وده طقس خريفي مائل للبرودة. فترات النهار في بعض البرودة الخفيفة في المحافظات الشمالية، معتدل في المحافظات الجنوبية، لأن كل ما اتجهت جنوبا قيم درجات الحرارة بتزيد. العكس بيحصل فترات الليل، أول ما أشعة الشمس اللي بتغيب بيكون في انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحرارة، وخاصة بنلاحظها أكثر وقت الفجر ووقت الصباح الباكر. الأجواء بتكون أجواء ما بين الباردة إلى شديدة البرودة في أغلب المحافظات، وخاصة كمان المحافظات اللي لها ظهير صحراوي بشكل كبير زي محافظات الصعيد أو حتى المدن الجديدة. بنلاقي الصغرى فترة الليل في محافظات الصعيد بتوصل لتسع درجات، بنلاقيها في المدن الجديدة أقل من ال 14 درجة مئوية، فبالتالي الأجواء فيها برودة فترات الليل بشكل كبير لازم ناخد بالنا منها. يعني خلاص احنا يا دكتور دخلنا في فصل الشتاء. يعني بشكرك دكتور منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية.